تعرف برضه على عمله تانية الروبل الروسي ده واحد روبل 2008 قلت برضه نحب نتعرف على كل العملات الموجوده مش مهم رخيص ولا غالي العمله لو معاك احتفظ بيها لو هي رخيصه لو غاليه سعرها كويس استباحها بيعها لكن لازم نتعرف على العملات الموجودة معانا اذا كان آه روسي او اتحاد اوروبي او اسباني او اي دوله افريقي سوداني اي دوله او مصري عربي اسلامي آه قديم جديد لازم نتعرف على كل العملات ده واحد روبل روسي آه 2008 ولما دورت برضه عملت بحث عنه لقيت آه هو وصف بتاعه وجه نسر اسطوري اهو موجود في الظهر برضه قلت تشوفوه وجه نسر اسطوري على الظهر، وتحت قدم النسر موجود اسم الشركه، الشركه اللي قامت بالسك ناحيه المخلب ناحيه اليمين، وتحت موجود اسم البنك اللي هو بنك الاتحاد الروسي اللي قام بسك بتصدير العمله، دار السك اللي هي الشركه لكن المصدره للعمله ده البنك المصدر للعملة البنك الروسي والناحية التانية وجه زهرة على اليمين أهو وكلمة واحد وتحت كلمة روبل بالروسي البيانات بتاعته هو وجه بتاعه مطلي مطلي بالنيكل ووزنه ثلاثة جرام واتنين من مئة القطر بتاعه 20 مللي ولوحه مموجه واسعار بتاعه طبعا هي قليله لكن برضو ما يمنعش ان احنا نحتفظ بيه يعني خليه معانا يعني هو سعره عدد من السنتات الامريكيه مش اكتر ما يعديش كده يعني لكن هو كعمل شكلها قيم وشكلها كويس ممكن نحتفظ بيه